وخلال مؤتمر صحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجهت الشركة باسم كل العاملين فيها التحية والشكر إلى القوات المسلحة قيادة وضباطا وأفرادا لتسهيل وتأمين الزيارة. هذا وقد اطمأن الوفد على المصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية. الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني ما هم إلا مؤسسات بتعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. هنظل شعب واحد، هنظل واقفين جنب بعض في مشاركة ومش معاونة ومش دعم، دي مشاركة واجبة على الشعب المصري. القضية قضيتنا وليس قضية فلسطين وحدها. حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث وإذاعة التغطيات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث، وطالبت من خلال جميع منصاتها الإعلامية والمرئية المسموعة والمقروءة على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، كما عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني. نجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر ووصلت لأهالينا داخل فلسطين. كل ده كان من خلال جسر بري متواصل من المساعدات والإغاثات المصرية المتواصلة والمقدمة للجانب الفلسطيني. كل ده كان بمشاركة وجهود أكتر من 55,000 متطوع من الشباب المصري. التحالف الوطني اللي تأسس مطلع العام الماضي هو كان استجابة لإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 كعام للمجتمع المدني، والحقيقة أن ده اللي خلى التحالف الأسرع استجابة للأحداث منذ اندلاعها في 7 أكتوبر الماضي، وكان من أوائل الجهات اللي بتتجاوب مع الأحداث عن طريق غرفة عمليات التحالف الوطني في القاهرة ومتابعتها لتطورات الموقف.